السلام عليكم، اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهارده معادنا وليسون 4 ماده الاي سي تي، يلا بينا نبدا. وليسون 4 يا حبايبي بيتكلم على ديجيتال كوميونيكيشن تولز. كلمه كوميونيكيشن تولز دي خدناها قبل كده في فورس برايمري. يعني ايه كوميونيكيشن تولز؟ يعني the technology tools that you can use to communicate with others. يعني انا بستخدم الواتساب to communicate، بستخدم الموبايل عشان اعمل اتصال، يبقى انا كده بستخدم الموبايل to communicate. في حد تاني بيستخدم الماسنجر للفيديو كول. ال communication to transfer information between people، to transfer experience، يعني بنتبادل كده مع بعض او بننقل الخبرات او المعلومات بيننا وبين بعض. How do you feel about talking to your friends face to face؟ في ناس، لو انا انتوا من اني نوعيه اكتر، هل انت بتحبوا تقابلوا اصحابكم وتتكلموا معاهم، ولا عادي ان انا ابدا مع اصحابي او اتكلم على الواتساب؟ يعني هل في حد فينا بيحب الواتساب اكتر من الميتنج؟ ما شاء الله كلنا عايزين نخرج ونقعد مع اصحابنا. اوكي. طيب ايه الديفرنس يا اولاد؟ الناس بقى اللي مش رافعه ايديها، يبقى انتوا بتحبوا الالكترونيك ويز اكتر، بتحبوا الواتساب او الماسنجر. ايه الديفرنس بتوين؟ يعني الناس اللي بتحب الفيس تو فيس، ممكن مالك يقول لي هاو از ديفرنت، ايه الفرق يا مالك؟ يعني ايه المشكله؟ يعني ايه الفرق ما بين ان انا اتكلم على الواتساب او ان انا اقابل فيس تو فيس؟ وات از ذا ديفرنس؟ حد عارف؟ ولا جاست يو لايك ذس؟ يعني ولا احنا عشان احنا كده كده بنحب نقعد مع اصحابنا ونقابلهم؟ انا سهلها لك، اقول لكم ايه الديفرنس بقى بالنسبه لي، او انا بالنسبه لي اقول لك ايه اكتر حاجه، ودي هناخدها في درس قدام كمان شويه. يعني في درس هيبقى ادفانسد شويه بيتكلم عن القصه دي والكوميونيكيشن تايبس. اصلا انت لما بتتكلم مع حد سواء من الواتساب او بالتليفون، انت كل القصه ان انت مفيش فيلينجز انت تقدر، يعني لو انت عايز تخبي حاجه فانت هتخبيها، لكن لما بتبقى فيس تو فيس كل حاجه بتبقى ظاهره بالنسبه للشخص اللي قدامك، لان ملامح وشك، عينيك. يعني لو انت مبسوط انا ممكن اكلم ماما او ابعت لها مسج على الواتساب، هي مش شايفاني، انا في بلد وهي في بلد، اقول لها انا زي الفل وكويسه وتمام، وانا ممكن اكون اصلا تعبانه، صح كده؟ لكن في حاله الفيس تو فيس انت كل حاجه ظاهره. في الفيس تو فيس كل الرياكشنز بتاعتنا واضحه وبتبين اذا كنا احنا كويسين ولا مش كويسين. صاحبك وهو قاعد معاك انت شايفه قدامك. فالفيس تو فيس طبعا بيخلي كل الفيلينجز ايه ابير. طيب uses of personal computer network. قلت له والله بما ان احنا هنتكلم على الكوميونيكيشن، خليك فاكر ان ذا فيرست، يعني يوز او ذا فيرست تارجت اوف كوميونيكيشن، ان احنا نعمل ايه، يعني نعمل ترانسفير للانفورميشن، نتبادل، نعمل اكستشينج الاكسبيرينس مع بعض. انت صاحبك بيحكي لك على حاجه وانت بتحكي له على حاجه، فكل واحد بنعمل اكستشينج للاكسبيرينس بتاعتنا. فالكمبيوتر نتورك عموما، احنا قلنا ان الكمبيوتر نتورك او البيرسونال كمبيوتر انا بستخدمها تو شير انفورميشن، قال وي يوز اور فون تو سند تكست. طيب كمان ممكن استخدم الكمبيوتر نتورك لو انا على الانترنت، ممكن اعمل باينج سمثينج، ممكن اشتري حاجه، تو باي اونلاين، قال لي داونلود اور ابلود فيديو. انت حضرتك هتستخدم البيرسونال كمبيوتر في ايه؟ لو انت على شبكه الانترنت، انا ممكن استخدمها تو باي اونلاين، ممكن استخدمها في الاونلاين سيشن زي ما احنا عاملين دلوقتي، ممكن استخدمه في الداونلود اور ابلود فيديوز، ممكن اعمل برضو داونلود للبروجرامز او الابلكيشن او الجيمز. يقول لي يوز ان اب اور بروجرام، في بعض البروجرامز انا اقدر استخدمها اونلاين. كل الاستخدامات اللي احنا بنقول عليها دي بستخدمها من خلال الكمبيوتر نتورك، من خلال الانترنت. انا ممكن اعمل اونلاين، احنا قلنا ان الانترنت تايب اوف ذا نتورك، شكل من اشكال النتورك. اوكي، اتس اوبن فور اول. النتورك او الانترنت شكل من اشكال النتورك. نوت سيكيور، ناخد بالنا ان الانترنت مش سيكيور، لان ممكن يحصل هاكينج، ممكن يحصل فيروس، فدايما بنقول ايه، you have to create a strong password. لازم نعمل الباسورد بتاعتنا لها شروط عشان تبقى strong، وخدنا الكلام ده في فورس برايمري.
يبقى letters و numbers one capital letter we use الكاركتر او السيمبل. وطبعا don't be less يعني مش اقل ابدا من 8 من 8 characters او letters سواء كانت letters و numbers لازم ما تقلش عن 8. طيب دي عشان ايه not to be hacking. طيب البيزنس اند اورجانيزيشن يوز كمبيوتر نتورك فور. احنا عاده من درس النتورك عرفنا يا مس ان النتورك عموما تو شير انفورميشن، وقلنا ان انا عندي تايبس للنتورك، عندي البرايفت والكلوزد زي مثلا في الكمبيوتر لاب، زي عندي اللان في البيت لما بوصل الكمبيوتر بتاعي بالبرينتر بالموبايل كل ده على لان او نتورك واحده دي برايفت، وعندي الببليك نتورك زي الانترنت اوكي، وعندي كمان النتورك الخاصه بفروع مثلا بكذا بالسكولز لما اكتر من المدرسه بيبقى ليها اكتر من برانش فبيعملوا زي اوبن نتورك بين البرانشز كلها، بس برضو دي خاصه بالسكول والناس اللي شغاله فيها بس. الهدف الرئيسي او التارجت الرئيسي من النتورك انه تو شير انفورميشن. كل ده بقول كلام قديم لسه ما دخلناش في اساس الموضوع بتاع الدرس. تو شير انفورميشن بيقول لي الهاوس هولد ايتمز كان بي بارت اوف ذا نتورك. Household items can be part of the network. يعني ايه يا مس؟ يعني الماشينز اللي عندك في البيت الالكترونيك ماشينز ممكن تبقى جزء من النتورك. يعني انا لو عندي ديجيتال واشنج ماشين في البيت، وتلاقي كده الواشنج ماشين اللي هي الغساله اللي عندي في البيت مرسوم عليها علامه الواي فاي، فاعرف ان دي من جزء من النتورك، ممكن ادخلها على النتورك بتاعتي. بنسمي الكلام ده ايه؟ كل الهاوس هولد ايتمز اللي ممكن تبقى معايا على النتورك بنسميها انترنت اوف ثينجز اي او تي. ثانيه يا مس، اي او تي انترنت اوف ثينجز. يعني ايه يا اولاد انترنت اوف ثينجز؟ بيقول لي الاي او تي الديفينيشن ده مهم جدا. انا طبعا ما بيجيليش ان انا اكتب الديفينيشن زي ما احنا متفقين، لكن بيجيلي تشوز وماتش وكومبليت وترو اور فولس. الاي او تي كونسيستس اوف ديفايسز. ديفايسز يعني ايه؟ يعني اجهزه لينكد تو ذا انترنت. الاجهزه دي كلها متوصله على الانترنت فيا واي فاي، يعني من خلال الواي فاي. ذيس ديفايسز كان بي كنترولد وذر يو ار ان ذا سيم روم or in another city. يعني انت عايزه تقول يا مس ان الاجهزه اللي عندي في البيت لو هي فيها الاوبشن او فيها الابيليتي او هي ديجيتال او هي سمارت زي ما بنقول ممكن تبقى كونكتد من خلال يعني على الانترنت من خلال الواي فاي، وانا اقدر اعمل كنترول لكل الديفايسز دي وانا بره البيت اصلا او وانا في اوضه ثانيه. ايوه، يعني انا ممكن ماما وهي من الموبايل تبقى في الشغل وتشغل الغسالة او تطفيها. اه ممكن. ازاي ده؟ اقول لك من التكنولوجي الجديدة اللي اسمها الاي او تي الانترنت اوف ثينجز، ان انت يبقى انت اصلا الواشنج ماشين بتاعتك سمارت. انا الغسالة اللي انا اشتريتها دي فيها امكانية وتلاقي عليها علامة الواي فاي كده، فهي فيها امكانية ان انا اوصلها من خلال الانترنت تبقى تدخل على النتورك. طيب ده من خلال ايه؟ الشركه بتبقى عامله ابلكيشن حضرتك بتنزله على الموبايل، وبتحكم في الماشين من خلال الابلكيشن اللي انا منزله على الموبايل. زي ايه؟ بيمثل الانترنت اوف ثينجز زي البلوتوث سبيكر، ده شكل من اشكال الاي او تي. حضرتك تقدر listen to music and home بيلانس اي جهاز عندي لو انا عندي امكانيه ان انا اشغله بالبلوتوث. خلاص انا ماسكه السماعه دي وماشيه في الشارع وموصله ما بين عامله بلوتوث او نتورك بين الموبايل بتاعي والسبيكر وبقدر اشغل الميوزك. عندي ايه تاني؟ الديجيتال ريفريجريتور والواشنج ماشين، وشايف هو راسم لي علامه الواي فاي. الثلاجه اللي عليها علامه الواي فاي، الغساله اللي انا بشتريها وبيبقى عليها علامه الواي فاي. كل دي بسميهم انترنت اوف ثينجز، يعني ديفايسز اوكي لينك تو ذا انترنت فيا واي فاي من خلال الواي فاي. عشان ايه؟ تو بي كنترول، عشان اقدر اتحكم فيهم اواي وانت بعيد،
سواء انت بقى كنت في نفس البيت بس في مكان تاني، او انت اصلا في مكان تاني خالص. يبقى الانترنت اوف ثينجز ديفينيشن بتاعه ايه؟ devices linked to the internet via Wi-Fi. اول ما يقول لي devices linked to the internet، devices يعني اجهزة linked to the internet via Wi-Fi، يبقى على طول ال IoT. ال IoT مين مش فاهم؟ تمام يا حبيبي. اوكي طيب، البلوتوث لسه بنقول من شويه ان انا عندي السبيكر ممكن اوصل من خلال البلوتوث على الموبايل وامشي بالسماعه اسمع الاغاني اللي انا بحبها او الميوزك اللي انا بحبها من خلال البلوتوث. طب هو اصلا البلوتوث ده ايه؟ ده تكنولوجي نتورك، ده شكل من اشكال النتورك. كونكت وايرلس موبايل، خد بالك من كلمه وايرلس، احنا قلنا قبل كده ان انا عندي تو تايبس في النتورك، واير ووايرلس. اوكي الواير يعني ان انا اوصل النتورك بالاسلاك، وايرلس يعني ان انا هوصل النتورك دي من غير اسلاك، وايرلس. اوكي فالبلوتوث شكل من اشكال التكنولوجي نتورك، كونكتس وايرلس موبايل ديفايسز اوفر ا شورت رينج. وركزوا معايا بقى في الشورت رينج دي وركزوا عليها قوي، ان البلوتوث تكنولوجي نتورك. ماشي، هي تكنولوجي نتورك ليه؟ لان انا من خلال البلوتوث بقدر اربط السبيكر او السماعه بالموبايل بتاعي، ممكن كمان بالتابلت، ممكن بالبرينتر زي ما انتم شايفين كده. بس خد بالك الشرط بتاع البلوتوث ايه؟ ان شورت رينج، انا مش هبعد. يعني في الاي او تي انا كنت ممكن اتحكم او كنترول لاي ديفايس على بعد، البعد ده ممكن يوصل ان انت تبقى في مدينه تانية اصلا، لكن البلوتوث لا. كونكت وايرلس موبايل، وايرلس موبايل ديفايسز اوفر ا شورت رينج تو ا نتورك تو ترانسميت داتا بتوين ديفرنت ديفايس. انت هتوصل الموبايل بتاعك شورت رينج على النتورك عشان ايه؟ to transmit data، to transmit data عشان انقل داتا. انقل داتا زي ايه؟ ما هو حضرتك لما بتشغل الميوزك من على الموبايل وتسمعها في البلوتوث سبيكر، انت كده بتعمل ترانسميت، يعني بتنقل الميوزك اللي عندك للموبايل عشان تشتغل في السبيكر من خلال البلوتوث. الشرط ان انت شورت رينج، لازم الموبايل يبقى قريب من السبيكر. لو انت بعدت عن الموبايل هتلاقي الصوت قطع في السماعات وخلاص مش هتسمعه. يبقى تاني يا اولاد، اول ما يقول لي consist of devices linked to the internet via Wi-Fi devices، يبقى ال IoT. اول ما يقول لي connect wireless mobile over a short range، يبقى ده البلوتوث. واضح الفرق ما بين الاثنين؟ ايوه. هو مش هيسيب فرصة يوضح لك فيها أهمية التكنولوجي للـ People of Determination. مين هم الـ People of Determination؟ الـ People of Determination اللي احنا بنسميهم ذوي الهمم. احنا عارفين كويس جدا ان التكنولوجي ساعدتهم بشكل كبير، والكلام ده خدناه في كذا درس قبل كده في فورس برايمري، سواء بقى اتكلمنا عن السماعات مثلا، او اتكلمنا عن السبيتش سينسايزر، الجهاز اللي هو او البرايل تيرمينال، طريقه البرايل واي او البرايل ميثود، كل التكنولوجي اللي بتساعد البيبل اوف ديترمينيشن. الكمبيوتر نتورك بقى هتساعد الناس دي ازاي؟ لا ده بتساعدهم جدا. اول حاجه give them more independence at home and in public. لما يبقى عندي شخص من البيبل اوف ديترمينيشن مثلا لا قدر الله زي مستر البرت لين، مش محتاج كل شويه يلبس بقى الالكترونيك ريك بتاعته عشان يتحرك او يقوم يشغل الواشنج ماشين، او لا هو هيتحكم فيها من خلال الموبايل وهو قاعد في مكانه. فده عمل ايه؟ give them more independence at home. هو مش محتاج حد يساعده، هو ممكن من خلال التكنولوجي يعتمد على نفسه. بيقول لي this independence save money and time. ما انت لو جبت حد يساعد الشخص ده في البيت لازم يدفع له salary، فطبعا هو وفر فلوس
ووفر وقت. وفر وقت ليه؟ لان ممكن في وقت في وقت مثلا الشخص ده ما يجلوش، فاللي هو عايز يعمله في اليوم ده ما يقدرش يعمله لان الشخص اللي بيساعده مش موجود. فطبعا التكنولوجي هيلب زي ما لوت. كمان increase confidence level. confidence level يعني الناس دي يا اولاد، فكره ان انت تبقى دايما محتاج شخص يساعدك عشان تعمل حاجه، ده بيخليني طول الوقت حاسس ان انا مش زي الناس الطبيعيه، حاسس ان انا عندي مشكله. لكن تخيل بقى لما يبقى مثلا الشخص اللي هو ما بيقدرش يمشي ده عنده التشير اللي هو التكنولوجي اللي هو يقدر يتحكم منه من الزراير، يقدر يتحرك بيه في اي وقت، يقدر يشغل منه ميوزك، يقدر يعمل اي حاجه، فهو حاسس بايه؟ هو عنده ثقه بنفسه. confidence level يعني عنده ثقه في نفسه، هو مش محتاج مساعده حد. فالتكنولوجي help a lot people of determination to make them more independent، يعني يعتمدوا على نفسهم. كمان increase confidence level، خلت عندهم ثقه كبيره بنفسهم. فكره ان انا ما بقاش محتاج لحد، ده بيزود الثقه، بيحسسه ان هو normal، ما عندوش مشكله. واصله دي يا اولاد؟ ذا كمبيوتر نتورك او دور التكنولوجي او النتورك في حياه الناس دي. تقول لي يا مس ما هو ده دور التكنولوجي بشكل عام، الكمبيوتر نتورك هتعمل لهم ايه؟ لا، ما هو من الكمبيوتر نتورك دي الناس دي ممكن تعمل ايه؟ باي اونلاين، ممكن تشتري حاجات او برودكت اونلاين وهي قاعده في البيت، لان حركتهم صعبه، لانه ما يقدرش يتحرك بسهوله. تعالوا نشوف اكتر. عندي الايجيبشن نوليدج بانك اللي موجوده على شبكه الانترنت. الايجيبشن نوليدج بانك او الاي كي بي جيت ا لوت اوف انترستنج انفورميشن. كل الانفورميشن اللي انت تتخيلوها للستودنت لحد الباحث او الريسيرشر موجوده على الايجيبشن نوليدج بانك. والاي كي بي اونلي فور ايجيبشن باي ذا واي، عشان افكركم الاي كي بي او الايجيبشن نوليدج بانك الويب سايت ده اونلي فور ايجيبشن يا اولاد. الايجيبشن نوليدج بانك موجود على الانترنت نتورك، فكل اول ايجيبشن كان ايه؟ كان اكسس ايجيبشن نوليدج بانك تو جيت ا لوت اوف انفورميشن. طبعا دي وسيله من الوسائل اللي بتساعد الناس كلها مش بس البيبل اوف ديترمينيشن. عندي ايه تاني؟ بيقول لي اتس ويب سايت، ده بالنسبه للاي كي بي كوليكشن اوف ويب بيجز. هو بيعرف لي هنا الويب سايت از ا كوليكشن اوف ويب بيجز اند ريليتد كونتنت. هو يعني ايه ويب سايت؟ احنا بنقول ان الايجيبشن نوليدج بانك ده ويب سايت only for the Egyptians. طب يعني ايه كلمة ويب سايت؟ الويب سايت احنا قلناها قبل كده collection of web pages. الويب سايت اعتبروه like the book. الويب سايت عامل زي الكتاب، الكتاب بيبقى متكون من صفحات، فالصفحات هنا بنسميها web pages لانها على الانترنت او على الويب سايت. وكمان انا بقدر اعمل access لكل الكونتنت اللي جوه الكتاب بيبقى related ببعضه، يعني هو كتاب ساينس فكل حاجة فيه يخص الساينس، كتاب اي سي تي يبقى كل حاجه بتخص الاي سي تي. الويب سايت عموما بيبقى الاساس بتاعه او الكونتنت ريليتد مع بعضه، يعني بيبقى في علاقه بين الكونتنت او المحتوى اللي موجود على الويب سايت. اوكي، اكتر حاجه هيلبفول فور بيبل اوف ديترمينيشن، ومش بس البيبل اوف ديترمينيشن، فور اول الاي كوميرس يا اولاد او الالكترونيك كوميرس او الاونلاين شوبينج. يعني الاي كوميرس دي اختصار او ذا مينينج اوف اونلاين شوبينج. مين فيكم جرب قبل كده تو باي اونلاين فروم اني ويب سايت؟ حد يقول لي كده ذا نيم اوف ذا ويب سايت. انا ريماس. ذا فيموس ويب سايت. طيب يلا نسمع كده ريماس اول ويب سايت اونلاين شوبينج ويب سايت. احنا عندنا فيموس ويب سايت اونلاين شوبينج ويب سايت او الكترونيك كوميرس ويب سايت او اي كوميرس ويب سايت. ميكس لايف سو ماتش ايزير فور ايفري ون، مش بس للبيبل اوف ديترمينيشن. The يعني simplest definition للإيكوميرس، electronic commerce is buying or selling products over the internet. Buying or selling products over the internet. إن حضرتك يبقى عندك products أو عندك منتجات أو عندك service بتقدمها أو بتبيعها أونلاين، أو العكس إن إحنا نبقى customer وإحنا اللي بنشتري. الأونلاين shopping is a form شكل من أشكال الإلكترونيك commerce. which allows customers to directly buy product or service from seller. حضرتك في الاونلاين شوبينج انا مش شرط اشتري برودكت. يعني في الاونلاين شوبينج يا اولاد انا ممكن اكون مشترك مثلا مع اونلاين سكول،
فالاونلاين سكول مش بتبيع لي برودكت، مش بتبيع لي منتجات، مش بتبيع لي شنطه، مش بتبيع لي كتاب، لا هي بتبيع لي ايه؟ بتقدم لي سيرفيس. فحتى السيرفيس ممكن تبقى باينج اند سيلينج اونلاين، هو بيقدم لك خدمه البرايفت مثلا ليسنز او السكول اونلاين، انت بتستمع لدروس او حصص، دي سيرفيس اونلاين زي اللي احنا بالظبط فيه دلوقتي كده، دي بيت سيرفيس انت بتدفع مقابل الخدمه اللي انت بتاخدها، اللي هي بالنسبه لي ممكن تبقى اونلاين سيشن، ممكن تبقى اونلاين كورس. يعني مش شرط يبقى الاونلاين شوبينج ده مش شرط يبقى برودكت، لا هي ممكن يكون برودكت اور سيرفيس، يبقى شكل من اشكال او النتورك سيرفيس للبيبل اوف ديترمينيشن او فور اول اوف اس الاي كوميرس، او اللي احنا شكل من اشكاله فورم فروم ذا اي كوميرس اللي هو الاونلاين شوبينج. طبعا ده سيفنج تايم اند ايفورت، بدل ما انا بنزل واقعد الف على المحلات، لا انا اونلاين بختار، بتفرج على البرودكتس اللي انا عايزاها، بختار السيرفيس اللي انا عايزاها، وجاست ان انت بتعمل الاوردر، فده سيفنج للتايم اند ايفورت، سيفنج للتايم اند ايفورت. بغض النظر بقى ان في بعض الاحيان ممكن البرودكت ما يطلعش معاك تراستد، ما يطلعش زي ما انت اخترته، وده هنقابله بالتفصيل في ادفانسد ليسن، هنشوف درس كامل ازاي تعرف البرودكت ده ان هو يعني جود برودكت عشان اشتريه، ولا هو فيك وما اشتريهوش. كل الكلام ده هنعرفه بالتفصيل قدام، ودي من الدروس الممتعه جدا، لان ناس كتير مننا بتقع في مشكله لما بعمل شوبينج اونلاين، ممكن البرودكت يطلع غير الصوره تماما، وما يبقاش فيه اي اصلا وسيله ان انا اقدر ارجعه تاني. لكن ما نقدرش ننكر ان الاي كوميرس او الاونلاين شوبينج سيفنج تايم اند ايفورت. طبعا بما اننا هنعمل اونلاين شوبينج، احيانا كتير طبعا بيطلب منك الايميل بتاعك، بيطلب منك رقم الموبايل، بيطلب منك الادرس، في بعض الويب سايتس اصلا ما فيهاش ان انت بي وين ريسيف، يعني ان انت تدفع لما تستلم البرودكت بتاعك، في بعض الويب سايتس بتشترط ان انت تدفع بالفيزا، فبيقول لي خد بالك، يو هاف تو بي كيرفل من الديجيتال برايفسي بتاعتك. الديجيتال برايفسي يعني ايه؟ The protection of an individual's information online. Digital privacy اتكلمنا عليها فورس برايمري، يعني to be safe online. اولا مش اي ويب سايت ادخل اكتب عليه البيانات بتاعتي او الانفورميشن بتاعتي، ومش اي لينك يتبعت لي ادخل عليه عشان اشتري. عشان كده لما سالتكم ايه الفيمس ويب سايت تو باي يعني او شوبينج اونلاين، فبيقول لي خد بالك حضرتك هتتعامل اونلاين، يبقى لازم تاخد بالك كويس جدا من you have to care about your digital privacy. يعني ايه digital privacy يا ميس؟ يعني protection of individuals information online. Protection of individuals information online. يعني البيانات بتاعت حضرتك. يعني لو هكتب الباسورد بتاعت الفيزا كارد بتاعي وهكتب النمبر، اخد بالي ان انت دخلت على trusted website. ما اكتبش الانفورميشن بتاعتي الا you are 100% sure this is safe. تمام يا اولاد؟ اكتر حاجه لازم اخد بالي منها while shopping online الديجيتال برايفسي، يعني to be safe protect your information. جايب لي في السكول بوك story about our friend حاتم. حاتم is one of people of determination زي ما انتم شايفين. He is visually impaired، يعني عنده مشكلة في النظر. فمستر حاتم بيستخدم ايه as a technology؟ بيقول لي ال visually impaired someone who can see at all or who has partial vision loss، يعني هو عنده فوق يا يعني اما ما بيشوفش خالص او عنده على الاقل فقدان في نسبة كبيرة في الايه to see، ما بيشوفش كويس. فبيقول لي بيعمل ايه مستر حاتم بقى؟ مستر حاتم بيستخدم السكرين ريدر يا ولاد to manage to do school work online. كمان help with reading braille. البرايل واي او البرايل ميثود زي ما قال لنا كده سراج اللي هي فيها الليترز بارزه شويه، فبنستخدمها البلايند بيبل to help them to read and write. Writing papers and accessing and access document on his laptop. يعني هو حتى بيقدر يتعامل مع اللابتوب بتاعه ويقدر يكتب اوكي، ويقدر يعمل اكسس على الدوكيومنتس بتاعته. ده بالنسبه لمستر حاتم. يبقى مستر حاتم بيستخدم السكرين ريدر
to manage all school work. كمان بيعمل استخدم الريدنج برايل واي تو ريد، وبيعمل ايه كمان يا اولاد؟ رايتنج بيبرز اند اكسس دوكيمنت اون هيز لابتوب. دي از ا ستوري موجوده عندنا في السكول بوك، في الاكتيفيتي بتاعت السكول بوك. اوكي، وبكده نكون وصلنا لنهايه درسنا النهارده. انتظرونا والدرس القادم باذن الله. السلام عليكم.